الأحمر الإماراتي، فعلى مدى 5 أيام تدرب المشاركون فيها على كيفية التدخل والإسعاف في حادث مروري وهمي بالتعاون مع الدفاع المدني والقيادة العامة لشرطة أبو ظبي وإدارة الإسعاف والإنقاذ. وتهدف هذه الدورة إلى تأهيل وتدريب منتسبي الهيئة من متطوعين وموظفين على المنهاج الدولي للصحة المجتمعية والإسعافات الأولية. طبعا هي فادت تجربة حيث الدعم النفسي للمصابين هي لها أولويات، الدعم النفسي للمصابين بالإضافة إلى كيفية التعامل مع الحوادث المرورية أثناء وقوعها في الحياة اليومية، وتثقيف العامة عامة الشعب عموما على اتخاذ الخطوات اللازمة أثناء وجود أي حادث سواء كان سير أو تصادم أثناء حياتنا اليومية. بعد الفاصل سننا